على بركة الله. دونك الدرس ديال اليوم ان شاء الله نحاولوا نديروا نتاع الدرس ديال لي سوليسيون الكتروليتيك. صافي دونك غادي نحاولوا نبداو الدرس لو بروميير باراجراف، نحاولوا نشرحوا شنو هو ان سوليد ايونيك. صافي دونك بالنسبة ليا حيت كنقول واحد سوليد ايونيك، ونورمالمون في الواقع هاد المفهوم ديال سوليد ايونيك في الفيزيك كيبان ما مفهومش. صافي الوغ ديفينيسيون هي اللي نحاولوا نشرحوا بها. دونك حيت كنقول لي سوليد ايونيك كريستالين سون الكتريكمون نوتر، دونك هاد لا فراز هادي راه فيها شويه ديال التعقيد. علاش؟ حيت حنا نورمالمون كنسمعوا لومون ديال ايونيك، سيتادير واحد الاي واحد الاتوم اللي تحولت ليا لواحد الايون. هذاك الايون سيتادير اون فوا كيتحول ديك الاتوم اللي تحولت لايون، سيتادير ما غاديش يكون عندها اون شارج بوزيتيف ولا اون شارج نيجاتيف. ولا حيت كنقولوا بني داك لو سوليد ولا عنده الكتريكمون نوتر، يعني نورمالمون شويه في المفهوم ديال اللي كنا كنفهمو ديال واحد ليون كتبان شويه غريبه. صافي ايلون اون ستراكشور كونستيتوي دان ارانجمون اوردوني دون ليسباس ديون شارج بوزيتيف، سيتادير اللي كنسميهم كاسيون، اي دي زيون شارج نيجاتيف اللي كنسميهم انيون، سيتادير كيكون عندهم واحد البنيه اللي كتكون ارانجمون ديالها اوردوني، كتكون منظمه. بحال با اكزومبل اللي حاولنا نشرحوها بهاد الايون ديال بالكلوريغ دو صوديوم، حيت كنقول كلوريغ دو صوديوم كنقصدو بها الملحه. صافي با اكزومبل هنا كما كتشوفوا عندها واحد لارانجمون اوردوني كتبان منظمه مرتبه. صافي هذه هي هذا سي تان سوليد ايونيك اللي هنا نورمالمون هاد الكلوريغ دو صوديوم منين كيتكون؟ كيتكون من دي زاتوم ديال سائل مو، صافي دي زيون ديال سائل مو مع دي زيون ديال ان ا بلس، صافي هما اللي كيعطيوني هاد لو سوليد ايونيك. واخا هنا كنقولوا بهذا الكلوريغ دو صوديوم اين ستراكتور عنده واحد البنيه كريستالين كوربيك، سيتادير على شكل كوبيك مكعب. صافي كونستيتيون دان لونسومبل كيحتوي على واحد المجموعه ديالاش ديال الايونات ديال ان ا بلس اللي هو الايون ديال الصوديوم مع ايون ديال سي ال مو ريغولييرمون ديسبوزي دون ليسباس اللي كيكونوا مقادين في الفضاء. لي زيون ديال سي ال مو اوكيب لي سون هي السونتر دو فاس دو كوبيك، سيتادير هادوك الايونات ديال السائل مو فين كيكونوا؟ كيكونوا اوكيبون كيكونوا في داك لي سون في القمه ولا الحرف، اي لو سونتر دي فاس وفي المركز ديال الوجه، يعني بحال هاد البوان هادو اللي كتشوفو هنا بالبيض هادي راه سيت ان سائل مو، وهنا في لو سونتر كتلقاه هنا ديما السائل مو. صافي وهادوك لي زيون ديال ان ا بلس اوكيب لو ميليو دي كوتي كيكون وسط من داك الضلع، يعني داك المكعب فين ما مشيتي وسط ديال الضلع غادي تلقاه بني هذاك راه سيتا ان ا بلس. صافي هذاك الشيء باش كنقولوا كيتعطينا واحد لو سوليد ايونيك اللي كيكون كريستالين وكيكون لارونجمون ديالو اوردوني كيكون مرتب. واخا لا فورميل دو كور ايونيك سوليد لا ستركتور ولا كنقولوا كيفاش كيكون هذاك لو كور ايونيك سوليد، دونك لا فورميل دان كور ايونيك سوليد انديك لا ناتور اي لو نومبر ديال زيون كي كونستيتيون سون بريسيزي لا شارج كي كو بروندر شاكان ايون، يعني حيت كنقول واحد لا فورمول ديال واحد لو كور ايونيك راه كدل على الطبيعه والعدد ديال الايونات اللي كتكون منها اللي كتحدد ليا سون بريسيزي لا شارج كو بروند لا شاك ايون، بلا ما نهضروا على لا شارج ديال كل ايون. صافي هنا با اكزومبل هذاك الان ا بلس راه سا فورمول ستاتيك راه هي الان ا سي ال مو، سيتادير هذا الان ا سي ال مو باش حصلنا حنا على هذا الان ا بلس زائد سي ال مو نورمالمون الملحه باش غادي نحصلوا على الا بغيت نفرق دوك الايون ديال الان ا بلس على سي ال مو غادي نحطهم في الماء، سيتادير بحال اللي كتفرتت هذا الان ا بلس مع سي ال مو. صافي با اكزومبل الكلوريغ ديال الالومنيوم غادي يعطينا ال ال سي ال 3 اون فوا غادي ديرو باش نحصلو على ديك لا فورمول ديالو ايونيك، سي طريق با اكزومبل هو نورمالمون ديما باش كنحصلو على هاد لا فورمول ايونيك راه خصنا نحصلو نحطو داك الجسم اللي عندنا في الماء. صافي يعني غادي يعطينا ال 3 بلس زائد 3 سي ال موان، غادي نشوفو كيفاش جبنا 3 بلس مع كيفاش جبنا 3 سي ال موان. صافي دونك لي موليكول بولير، دونك عندكم حتى في هاد الدرس خصكم تكونوا فاهمين شنو كنقصدو بلي موليكول بولير. هاد لي موليكول بولير سي جينيرالمون هما شنو لي موليكول دياتوميك، صافي كونستيتيو دو دوز اتوم اللي كيكونوا كيتكونوا حيت كنقول شي حاجه بولير كتكون كتكون من جوج ديال الحوايج مختلفين. صافي بحال كما كنقولوا داك المغناطيس عنده جوج ديال لي بول، عنده جوج ديال الاقطاب، عنده قطب موجب مع قطب سالب. صافي هاه دو دو اتوم ديفيرون سون بولير، يعني حيت كيكونوا عندي جوج ديال لي زاتوم وكيكونوا مختلفين، ما تلقاش با اكزومبل الهيدروجين مع الهيدروجين، تقدر تلقى الهيدروجين مع الكربون. صافي يعني هذاك غادي تكون واحد لا موليكول بولير اش دوزو، يعني هذيك حتى تسمى ان موليكول بولير كار لو دوبلي دوبلون الكترونيك
كومون اي اتيري فيغ لاتوم لو بلي الكترو نيجاتيف. ديما هنا هاد لي موليكول بولير كيقول لك بني جوج ديال لي زاتوم غادي تلقى باغ اكزومبل ان ا بلس مع السي ال موا. ديما هاد السي ال موا غادي تلقاه كتجبد عندها واحد الالكترو نيجاتيف ديالها كتكون كبيره. صافي اكزومبل هنا لا موليكول ديال الكلوريغ ديال الهيدروجين، هاد لا موليكول ديال الكلوريغ ديال الهيدروجين، هاد السي ال موا هذيك لا ليزون، عقلت على لي ليزون دوبلون اللي كنا كنقراو في الترون كوما، كانت كنا كندير واحد دو بوان اللي كتكون بيناتهم في الميليو. صافي دابا هذيك دو بوان كتكون جابدها انت نورمالمون هذاك اللي كيكون نيجاتيف بزاف، حيت هنا كنقولوا ديما داك لو كور اللي كيكون نيجاتيف كيكون بلو الكترو نيجاتيف. صافي ديما هذيك دو بوان ما كناش كنلعب فيت كنا كنديرها في الميليو، هنا نورمالمون كنجروها لاش لذاك الايون اللي كيكون نيجاتيف. صافي داكشي باش الا رديتو البال هنا كنلقاو باغ اكزومبل الايون ديال الهيدروجين كنديرو بواحد البوان صغيره، ومع الاخر الايون ديال السي ال موان كندير كيكون السامبول ديالو كبير شويه. صافي قال لك هنا لو دوبلون الكترونيك اي اتيري فيغ لاتوم دو كلورور، سيتادير ديك لا ليزون الكترونيك، ديك العلاقه التساهميه اللي كنا كنسميوها اللي كتكون اونتر جوج ديال لي زاتوم ولا جوج ديال لي زيون. صافي اي اتيري كتكون كتجبد فيغ لاتوم دو كلورور، صافي اللي كتكون غادي تكون كتجبد اكثر من جهه ديال الكلورور. علاش؟ لحقاش هو لو بلو الكترونيكاتيف. Et l'on restait l'apparition d'une charge électrique partielle. Ça fait la positive, les yakens mur epsilon plus, ça fait sur l'atome d'hydrogène, et une charge électrique بارسيال نيجاتيف اللي هي ايبسيلون موان سور لاطوم ديال الهيدروجين. حنا شنو بغينا نقصدو؟ غير بالني راه نورمالمون ديما هذيك الايون اللي كيكون نيجاتيف كتكون ديك كتكون هذيك الالكترو نيجاتيف هي كتجبد ديما هي اللي كتجبد هذاك الجسم اللي كيكون بوزيتيف. صافي الوغ اون دي كو بني ديك لا موليكول نتاع اتش سي ال اي بولير، صافي ولا بولاريزي. يعني قال لك انت هنا بغينا نشرحوا شنو هو معنيه هذيك بولاريزي، حيت ما يمكنش يكونوا جوج ديال لي زاتوم اللي نورمالمون غادي يكون بلس او بلس. صافي ديما كتكون وحده بلس وحده نيجاتيف، هذيك اللي نيجاتيف كتكون نورمالمون كتجبد عندها اكثر. صافي داكشي هذيك هي المعنى ديال لا بولاريزي. صافي سو كي لوي دوني لي كاركتيرستيك ديتر سوليبل دون لون، هذاك هو المفهوم اللي كيعطيها باش كنعرفوها بلي قابله للذوبان في الماء. الوغ ندوزو للباراغراف الاخرى، لو موليكول ديال الماء، هذيك الذره ديال الجزيئه ديال الماء، لو باغي سونتر لي شارج بوزيتيف اي ديفيرون دو سيلوي دي شارج نيجاتيف. لا موليكول دو لو اي بولاريزي، هذيك الجزيئه ديال الماء كنعتبروا حتى هي واحد لا موليكول لي بولاريزي. صافي علاش؟ حيت نورمالمون كنعرفوا اش لوزو، هذيك دوزو غادي تكون نورمالمون عندها كتجبد، حيت هاد الاش بلوس مع هادو عندهم واحد لاشارج اللي كتكون هي بلوس بلوس. صافي وهذاك الاكسجين عنده واحد لاشارج الكترو نيجاتيف. كيفاش كنعرفوها؟ غادي نشوف واحد لو طابلو من مورا هادي كنعرفو شكون هو اللي كيكون بلو الكترو نيجاتيف. دونك انا نورمالمون كاكزومبل بني هاد الاكسجين هاديك لا ليزون غادي تكون كتجبد هاد لاطوم ديال الاكسجين، هي اللي كتجبد هاد جوج ديال لي زاتوم ديال الهيدروجين. دونك هنا دونك لو اي كونستيتي دي موليكول بولير، يعني هذاك الجزيئه ديال الماء راه كتكون مناش من واحد الجزيئه اللي بولير اي تان سولفون بولير. الوغ دونك هنا كيفاش كنعرف بلي شكون اللي تخي الكترونيكاتيف اللي عنده لا نيجاتيفيتي ديالو كبيره؟ صافي هنا نورمالمون هاد السهم هذا معنيته يعني كل ما كان واحد الاتوم من هاد الجهه راه كتكون كبر في الالكترونيكاتيفيتي ديالها من هادو اللي من هاد الجهه، يعني كل ما كنت غادي كل ما لي شيل ديال الالكترونيكاتيف لي شيل ديال الالكترونيكاتيفيتي بلو بور كلك اليمون شيميك كتلقى هادو كبر. باغ اكزومبل الهيدروجين الهيليوم غادي يكون الكترونيكاتيف اكثر من اش من الهيدروجين، هاد الاف الفليور غادي يكون بلو الكترونيكاتيف باغ اكزومبل باغ هاد الكربون. صافي يعني كل ما كنت غادي في هاد لو سونس الا هادو اللي من هاد الجهه كيكونوا بلو الكترو نيجاتيف. ولا كنا غاديين في هذا لو سونس باغ اكزومبل الا بغيت نشوف الالكترو نيجاتيف ما بين الان ا مع الاش، راه دونك هادو ديما اللي الفوق هما اللي كيكونوا بلو الكترو نيجاتيف. ردوا البال لهذا لو طابلو هذا عفاكم بالنسبه للثمان. الوغ نكملوا دابا لي سوليسيون اكوز الكتروليتيك، المحاليل المومياه الكتروليتيه اللي نورمالمون هذا هو لوبجيكتيف ديال الدرس. قال لك سيدي ان سوليسيون الكتروليتيك اي اوبتوني اون ديسولفون d'une substance appelée solité dans un liquide appelé le solvant. Donc, باش نحصل على واحد المحلول الكتروليتي كنحاولوا نشدوا واحد الماده وكندوبوها في الماء. صافي
لو سوليدتي بو اتر سوليد، يعني هذاك الجسم المذاب في الغالب كيكون بو اتر، يمكن يكون صلب ولا يكون ليكيد ولا ان غاز. سي لو سولفون ايلو، الا كان ذاك المذيب يعني اللي غادي يذوب لنا هو الماء، لا سوليسيون اوبتوني ابولي سوليسيون اكوز، صافي يعني ذاك الشيء اللي غادي يخرج لنا من موراه في التفاعل كنسميوه واحد لا سوليسيون اكوز. هي سوليسيون الكتروليتيك اي اون سوليسيون كونتونون دي زيون، يعني واحد المحلول اللي كنسميوه الكتروليتي ما كيخرجوليش فيه دي زاتوم، كيخرجوا لنا فيه دي زيون صافي. الكوندوي لو كورون الي الكتريكمون نوتر، نورمالمون كيكون الكتريكمون داك الايون، كيكون داك المحلول كيكون نورمالمون الكتريكمون نوتر، واخا كنقولوا راه كاينين دي زيون ولكن راه كيكون داك لا سوليسيون اللي خرجت لنا كتكون نورمالمون كهربائيا محايده. لو سولفون اي بريزونت اون غروند كونتيتي بارابور او سوليتي، يعني هذاك الجسم الماء خصو يكون واحد الكميه كبر من داك الجسم اللي بغينا نذوبو. لوغسك لو سوليتي انترودوي اي توتالمون دي سي، يعني نورمالمون داك الجسم اللي بغينا نذوبو فاش كيذوب تماما اون دي كو لا سوليسيون اي نون ساتوري، كنقولو بلي داك هذاك المحلول اللي حصلنا به غير مشبع، سينو اون دي كو لي ساتوري. انا نورمالمون ما كنوصلوش لذاك، ما كنحاولوش نوصلو فداك، حيت كنبغيو نحل نوجدو واحد لو سوليسيون الكتروليتيك ما كنحاولوش نديرو الاشباع. باغ اكزومبل هذاك الملح الا بغينا ندوبوه في الماء ما غاديش نحاولو نشدو واحد الكميه كبيره ديال الماء ونبغيو ندوبوه في واحد الشويه ديال كميه كبيره عفوا ديال الملح ونبغيو ندوبوه كامله في واحد الشويه ديال الماء، لحقاش غادي نحصلو على والو صافي. اكزومبل تاع اون سوليسيون ديال الكلوريد دو الصوديوم كتعطينا قلنا هاد الان ا بلس، بداو ديروا عفاكم هاد اكوز تحت منها لحقاش ضروريه باش كنعرفوا بلي داك المحلول راه حنا حولناه لواحد محلول الكتروليتيك. الوغ دابا ليكواسيون شيميك دو لا ديسوليسيون، يعني المعادله الكيميائيه ديال هذاك الذوبان، هذيك المعادله هنا كنحاول نحطها بهذه الطريقه هذه راه غادي نطبقها على جميع الاجسام. كتكون عندنا باغ اكزومبل هنا واحد الاتوم، كيكون باغ اكزومبل هذا الفا هو النمبر ديال لي زاتوم اللي كاينين بي في واحد شنو النمبر ديالاش ديال لي زاتوم ديال البيطا هادي، حيت كنبغيو نديرو لها الذوبان ديالها كنشدو هذا ا اللي عندي هنا كنحطو هنا وكنديرو ا كنشوفو شحال عندي بيطا وكندير بيطا بلس، وما تنساوش هاد اكوز اونتر بارونتيز زائد هذيك بيطا كطلع لفوق كتعطينا بيطا فوا بي، وهذيك الفا اللي كانت عندي كترجع ليا لهاد الجهه وكتعطينا الفا موان، ضروري ما تنساوش هذيك الاكوز. الوغ كاكزومبل هاد السي ال سي ا CL2 حيت بغينا ندوي حيت حطيناه في الماء عطاتنا شنو CA، هاد الجوج هادي طلعت الفوق عطاتنا 2 بلس صافي. هنا نورمالمون الفا عندي هنا بحال اللي عندي واحد يعني بلا ما نكتبو، زائد هذيك الجوج اللي هي نورمالمون اعتبرناها بيطا نكتبو هنا جوج CL الفا عندي هي واحد، يعني بحال درنا هنا واحد موان. جيسبيغ انكم تكونوا فهمتوا هاد ليكواسيون الشيميك لحقاش ضروري صافي. دونك هنا بالنسبه لي كونسونطراسيون مولير، لي كونسونطراسيون مولير هذا الباراغراف مهم شويه في الدرس لحقاش كنخدموا بلي كونسونطراسيون ماسيك مع لي كونسونطراسيون مولير خصكم تكونوا فاهمينها. الوغ بالنسبه لي لا كونسونطراسيون هي لا كونتيتي دو ماتيغ دو سوليتي صافي، يعني داك الجسم اللي ذوبنا على لو فوليوم ديال لا سوليسيون، على الحجم ديال داك المحلول اللي عندنا اللي هي ان على في صافي. غير هنا نورمالمون ردوا البال داك الفوليوم ديما خصو يكون باش باللتر، حيت لا كونسونطراسيون ستعطيني بالمول في اللتر موانزا. بالنسبه لا كونسونطراسيون مولير دان نسبيس، دونك هي لا كونسونطراسيون مولير اللي نورمالمون كنرمزو لها، يعني هادوك اللي ذوبنا حنا باغ اكزومبل بحال هذاك اللي كان عندنا في ليكواسيون اللي قبل، الا بغيت لا كونسونطراسيون ديال هذا ما كنكتبولهاش بديك السي، ولكن كنديرو هذاك ليليمون اللي عندنا كنديرو اونتر غيومي، كنديرو ما بين هاد المعقوفتين صافي. هذه هي بالنسبه لهنا، حيت كنقول لا كونسونطراسيون مولير ديال دان نسبيس، يعني كنقولوا لا كونسونطراسيون مولير دان نسبيس اكس اكزيستون دون لا سوليسيون سي لو سامبول، كنرمزو ليه بهذا لو سامبول، حيت شوف هذا لو سامبول راه معنيتها لا كونسونطراسيون مولير ديال داك الجسم اللي حصلنا عليه في الذوبان. ادوني لا ريلاسيون كنديرو النيتيه لا كونتيتي دو ماتيغ على لو فوليوم، لا كونسونطراسيون راه باينه العلاقه، راه غير هنا شنو اللي تغير، تغير هاد لو سامبول. هنا كنا كنكتبو سي كتساوي لنا ان على في، دابا كنرمزو لها بهاد لي غيومي ديال داك لي ليمون اللي عندنا صافي. هنا واحد لا ريلاسيون اونتر لا كونسونطراسيون ماسيك، طول بال راه كاينه لا كونسونطراسيون ماسيك وكاينه لا كونسونطراسيون مولير. حنا كنعرفو بلي شنو لا كونسونطراسيون ماسيك هي سي فوا لا ماس مولير صافي،
دونك هنا يعني شنو العلاقه اللي كتجمعهم بجوج؟ هي لا كونسونطراسيون مولير كتكون كتساوي لا كونسونطراسيون ماسيك عفوا كتكون كتساوي لا كونسونطراسيون مولير فاش في لا ماس مولير. صافي اللي نورمالمون كعلاقه كنقولوا منين جبنا هذه العلاقه كنا كنقولوا هي لا كونسونطراسيون مولير كتساوي ليا هي لا ماس على لو فوليوم. وشنو هو لا ماس؟ لا ماس هو لا كونتيتي دو ماتيير فوا لا ماس مولير على لو فوليوم. دونك سي تادير راه كتعطينا هي لا كونسونطراسيون مولير فوا لا ماس مولير. الوغ هنا دابا حيت باغ اكزومبل الا كانت عندي هذه كوم ان ايكواسيون اللي كنا حصلنا عليها وبغيت دابا لا كونسونطراسيون مولير ديال هاد الفا بيتا بريم شنو كندير؟ كنشد هاد العدد اللي عندي فلا كونسونطراسيون مولير ديال هادشي كامل اللي كان عندي في الاول وهذه هي العلاقه اللي كنخدموا بها في لا بليبار. الا بغيت باغ اكزومبل لا كونسونطراسيون مولير ديال هاد بيتا الفا موان صافي راني هنا غير قلت ما درتش الفا موان راه كنشوف داك العدد اللي عندي حدا هذاك بي صافي غادي ندير داك العدد اللي عندي في لا كونسونطراسيون ديال هذاك لي سبيشيميك اللي عندي نورمالمون في الاول. دونك هاد الطابلو هذا حاولوا تحفظوه شويه حيت بارفوا في الثمن ما كيعطيكمش لا فورمول كيميك ديال هذاك الجسم اللي بغينا ندوبو. باغ اكزومبل كيقول لك غير اونديوستي باغ اكزومبل واحد لا كونتيتي ولا واحد لا ماس ديال لو سيلفات داليمينيوم راه بارفوا ما كيعطي لكمش في الثمن باش حاولوا عافاكم تردوا البال شويه لهاد الطابلو حاولوا تحفظوا راه سي تري سامبل. دونك نحاولوا ندير واحد التمرين دابا اونديوستي صافي اون ماس ديال 5.6 ديال الكلوريغ دو كالسيوم دون ان فوليوم في دوبناه في واحد الفوليوم ديال 0.25 لتر دولو. لا بروميير كيسيون ديال تيرميني لا كونسونطراسيون دو كلوريغ دو كالسيوم دون لا سوليتي اوبتوني. لا دوزيام كيسيون ديتيرميني لا كونسونطراسيون دي زيون سي ا دو بلوس اي سيل دي زيون ديال سي ال موان دون لا سوليسيون اون دون عطاكم هنا لا ماس مولير ديال داك سي ا سي ال 2 اللي هو نورمالمون هو الكلوريغ ديال اش ديال الكالسيوم هي 111 غرام في المول موانزا. نبداو بلا كيسيون الاولى بغينا حنا لا كونسونطراسيون كنعرفوا بني لا كونسونطراسيون اش من كونسونطراسيون هنا كونسونطراسيون مولير صافي ماشي قال لي لا كونسونطراسيون ماسيك هي كان هي لا كونتيتي دو ماتيغ على لو فوليوم. شنو هي لا كونتيتي دو ماتيغ ما عطاوش ليا كنعوضوا بالعلاقه ديالها هي لا ماس على لا ماس مولير على لو فوليوم. هاد لا ماس مولير تهبط لتحت هي تعطينا لا ماس على لا ماس مولير فوا لو فوليوم. بقى لي غنعوض لا ماس عطاه لنا هي 5.6 غرام على لا ماس مولير ديال هذاك الكلوريغ دو كالسيوم هي 111 فوا لو فوليوم اللي عطاونا هي 0.25. بداو تردوا البال باغ فوا في الثمن كيعطيكم هاد لو فوليوم بالمليليتر راه ضروري خصكم تحولوه لليتر. دونك في الكالكول كيعطينا هو 0.2 مول باغ ليتر ولا مول في اللتر موانزان. لا دوزيام question بغينا دابا لا كونسونطراسيون ديال هذاك سي ا دو بلس مع سي ال موان. دونك غادي ندير بعدا ليكواسيون. دونك سي ا سي ال دو شنو هي؟ هي سي ا دو بلس هاد دو بلس هي هاد العدد قلنا كنحطو هنا وكنديرو بلس زائد جوج كطلع للفوق يعني تعطينا جوج سي ال موان. دابا بغينا لا كونسونطراسيون الا كنسميوها لا كونسونطراسيون افيكتيف ديال سي ا دو بلس صافي يعني غادي نطبقوا هاد العلاقه. يعني حنا بغينا نورمالمون دابا لا كونسونطراسيون افيكتيف ديال اش ديال داك سي ا دو بلس هي اش؟ الفا. شنو هو الفا؟ شنو هو العدد اللي عندك هنا؟ هو واحد فوا سي. سي ديجا حسبتيه يعني غادي دير واحد في سي هي واحد في 0.2. لا دوزيام باراغراف لا لا دوزيام كونسونطراسيون افيكتيف بغينا لا كونسونطراسيون افيكتيف ديال سي ال موان. عندك تمشي تكتب هاد جوج هنايا صافي يعني هاد جوج غادي نخدم بها في القاعده غادي ندير هي جوج فوا سي هي 2 فوا 0.2 هي 0.4 مول باغ ليتر. دونك ندوز لتمرين اخر ان سوليسيون ديال سلفات دو الزنك ا او اي اوبتوني اي دو سولفون ديال واحد لاماس ديال 32.3 غرام دو سلفات دو الزنك اللي ذوبناها فاش 250 مليليتر ديال الماء. بروميير كيسيون كيلي لاماس مولير ديال اش ديال لو سلفات دو الزنك. دونك باش نلقى لاماس مولير خصني نكون عارف بعدا لا ريبريزونطاسيون ديالها كيفاش شنو هو داك لو سلفات ديال الزنك. دونك عندنا راه عطاوني في لي دوني هنايا لا ماس مولير ديال الزنك مع لو سلفات هي شنو؟ هي 65.4 زائد 32 زائد 4 في 16 حيت هذه هي لا فورميل كيميك ديالاش ديال داك لو سلفات ديال الزنك راه تلقاوها في داك الطابلو اللي درنا هي 161.4 في غرام في المول موانزا. لا دوزيام كيسيون كيل سون لا كونسونطراسيون ماسيك ولا كنسميوها بارفوا راه كيسميوها شي مرات في الثمن لا كونسونطراسيون ديال لو تيتري صافي باش ردوا لها البال لا كونسونطراسيون دو سوليتي اوبورتي دو سلفات ديال الالومنيوم. الوغ بالنسبه لنا
هنايا لو تيتخي، لو تيتخي هو نيت هي لا كونسونطراسيون ماسك، راه رمز الذهبات تي هادي، ولكن نورمالمون راه هي السي ام اللي كنسميوها بلا كونسونطراسيون ماسك، هي لا ماس ديال داك السوليد دي سو، هي الكتلة ديال داك الجسم اللي بغينا نذوبو على لو فوليوم اللي عندنا. لو فوليوم هادو بجوجا معطاوها لنا، بغينا نذوبو حنا 32.3 على لو فوليوم اللي عندي هي 250، 250 مليليتر خصنا نحولها لتر هي 0.25، ولا ديرو 250 فوادي سي لا بويسونس موان 3، غادي تعطينا هي شحال هي 129.2 غرام في اللتر موان ز. ها شنو اخر بغينا دابا؟ لا كونسونطراسيون ديالاش، لا كونسونطراسيون هي لا كونسونطراسيون مولير، سيتادير هي قلنا العلاقه ديال القبيلاتي، قلنا لا كونسونطراسيون ماسيك قلنا كتساوي هي اش، هي لا كونسونطراسيون في لا ماس مولير. دابا بغينا حنا غير لا كونسونطراسيون، هي غادي تكون هي لا كونسونطراسيون ماسيك على لا ماس مولير اللي سميناه هنا هاد لا ماس، لا كونسونطراسيون ديال داك لو تيتخي. لو تيتخي راه كنقصد به هو لو كونسونطراسيون ماسيك، باش ردوا البال تما، راه شي مره كيقول بكم في لي كيسيون ما كيكتبش لا كونسونطراسيون ماسيك، كيعطيكم غير لو تيتخي، هذاك لو تيتخي راه ولا لا كونسونطراسيون ماسك. دونك كتعوض عندنا هذيك، راه حسبنا قولاتي هي 129.2 على لا ماس مولير، ديجا حسبناها هي 0.8 مول في اللتر موان زان. لا دوزيام كيسيون، كيل سون عفوا لا تروازيام كيسيون، كيل سون لي كونسونطراسيون افيكتيف. افيكتيف هما هذيك اللي كنا كنقولوا قبلاتي اللي كنديروا اونتر اونتر غيومي، صافي. دونك لا كونسونطراسيون افيكتيف، دونك ليكواسيون غادي تعطينا هي على شكل هي زائد ان اس او 4، حيت غادي نبغيو نحطوا ليكواسيون غادي تعطينا هي زد ان دو بلس زائد اس او 4 دو موان، صافي. دابا بغيت لا كونسونطراسيون ديال هذاك الزائد دو بلس مع لا كونسونطراسيون ديال هذاك الاس او 4 دو موان. دونك شنو غادي تعطينا؟ دونك بالنسبه للزائد زد ان دو بلس غادي تعطينا هي واحد في لا كونسونطراسيون ديال هاد زد ان اس او 4 اللي ديجا حسبناه، يعني بحال كنقول هي واحد في 0.8، هي 0.8 مول في اللتر موان زان. بالنسبه لهذاك الاس او 4 دو موان ما عنديش شي عدد هنا، بحال غادي ندير هي واحد في السي، غادي تعطينا نيت هي 0.8 مول في اللتر موان زان. لا ديغنيغ كيستيون، فيغيفي كو لا سوليسيون الكتريك مونوتر، باش كتلقى انت ديك لا سوليسيون الكتريك مونوتر خصك تلقى لا ماس لا ماس مولير ديال هذا كتساوي لا ماس مولير ديال هاد لي ليمون اللي عندي هنا. الا لقيتيها متساويه راه نورمالمون داك لا سوليسيون راه الكتريك مونوتر، الا ما لقيتيهاش متساويه راه معنيه هذيك لا سوليسيون اني با الكتريك مونوتر. دونك عندنا لا سوليسيون الكتريك مونوتر كا لحقاش لا ماس مولير ديال داك زد ان دو بلس كتساوي لي لا ماس مولير ديال هذاك الاس او 4 دو موان اللي هي 0.8 مول في اللتر موان. دونك هادشي اللي كاين في الطاس، غادي نحاول نخلي لكم واحد التمرين هنا حاولوا تجاوبوا عليه، وما عرفتش شي كيسيون حاولوا يخليها لنا في كومونتير، وديك الساعه ممكن نجاوبكم على لا كيسيون. دونك ما عندنا لا فيديو الجايه ان شاء الله.